السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في تمرين جديد من سلسلة تمارين المعلم في المستوى. إذا نبدأ بقراءة معطيات التمرين في المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم أو إجينا صبر النقاط M و N و B. أثبت أن النقاط M و N و B مستقيمية. ماذا تعني نقاط مستقيمية؟ تعني أنها تنتمي إلى نفس المستقيم M, N و B. إذا كيف نثبت أن هذه النقط مستقيمية باستعمال الإحداثيات؟ إذا إحنا كنعرفوا بأنه لكي تكون النقط مستقيمية يكفي أن نكون المتجهة MN كتساوي لنا واحد العدد في المتجهة MB. إذا إذا لقينا علاقة بين المتجهة MN والمتجهة MB فنستنتج بأن النقط مستقيمية، أي أن المتجهتين مستقيمتين وبالتالي فإن النقط مستقيمية. إذن حنا غنحاولوا نحسبوا المتجهة MN ونحسبوا المتجهة MB ونشوفوا واش عندهم علاقة بيناتهم. إذن نحسبوا المتجهة MN، إذن المتجهة MN نحسبوا الإحداثيات ديالها. إذن هي XN ناقص XM، أي الأفصول ديال N اللي هو واحد ناقص الأفصول ديال M اللي هو ثلاثة، الأرتوب ديال N ناقص واحد ناقص الأرتوب ديال M اللي هو ناقص اللي هو ثلاثة. أي أن MN الإحداثيات ديالها هما ناقص اثنان وناقص واحد ناقص ثلاثة ناقص أربعة. الآن غادي نشوفوا الإحداثيات ديال أم بي. إذن الأفصول ديال بي اللي هو أربعة ناقص الأفصول ديال أم اللي هو ثلاثة، الأفصول ديال الأرتوب ديال بي اللي هو ناقص واحد أو اللي هو خمسة ناقص الأرتوب ديال أم اللي هو ثلاثة. إذن أم بي، إذن أربعة ناقص ثلاثة واحد وخمسة ناقص ثلاثة اثنان. إذن إحنا غادي نشوفو العلاقة ما بين أم أن و أم بي. إذن غنشوفو واش إلا ضربنا في واحد العدد في أم بي واش غنلقى أم أن. إذن كيبان هنا بأن ناخدو مثلا هنا واحد وهنا الأفصول ناقص اثنان، إذن العدد اللي خصني نضربه في واحد باش يعطيني ناقص اثنان، إذن هو ناقص اثنان. إذا لا ضربنا ناقص اثنان في واحد غطينا ناقص اثنان، وناقص اثنان في اثنان غطينا ناقص أربعة، وبالتالي ناقص اثنان أم بي. إذا ناقص اثنان في واحد هي ناقص اثنان، وناقص اثنان في الأرتوب اللي هي ناقص أربعة. إذا كاستنتاج أم أن تساوي ناقص اثنان أم بي، وبالتالي النقط أم وأن وبي نقط مستقيمية.